والحديث أكثر عن ملف الطاقة الكهربائية وتساؤلات عدة أطرحها لضيفي السيد صلاح عرابي الخبير الاقتصادي. مساء الخير ومرحبا بك معنا. زيارة وزير الطاقة الإيراني في بغداد اليوم، نتحدث عن أسباب هذه الزيارة في هذا التوقيت بعد قطع إيران إمدادات الغاز. كيف تفهم هذه الزيارة؟ هل لإجبار بغداد على دفع الديون أم إمهال بغداد فرصة لتسديد الدين، خصوصا أن وزارة الكهرباء الآن تتحدث عن بوادر إيجابية لحل الأزمة؟ أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام، أسعد الله مساءكم. حقيقة هذه الزيارة هي رد فعل طبيعي على التطورات الأخيرة التي حدثت بسبب قطع الغاز الإيراني عن العراق ودخول العراق في أزمة جديدة إضافة لأزماته المتتالية. أعتقد أنه الوزير الطاقة الإيراني جاء إنما ليحاول استحصال الأموال، لا سيما أنه إيران اليوم تمر بأزمة اقتصادية وهي بأمس الحاجة إلى هذه الأموال، وأيضا العراق يمر في أزمة اقتصادية أخرى، وبالتالي فالعراق أيضا يواجه صعوبة كبيرة جدا في تسديد هذه الأموال. لذلك هي جولة مباحثات ربما لحلحلة الموضوع قدر الإمكان وإيجاد صيغة معينة حتى ترضي الطرفين والتعدي بهذه الأزمة في الوقت الحالي. طيب، هل تخشى برأيك طهران أن تتوجه بغداد لمصادر إقليمية أخرى وتخسر شريك مهم مثل العراق له علاقات تجارية واقتصادية معه، خصوصا بعد توجه تركيا للمساهمة في توريد الغاز للعراق؟ لا شك أن إيران حقيقة مستفيدة بشكل كبير جدا باعتبار تمور الغاز إلى العراق، لا سيما أن سعر هذا الغاز حقيقة هو يعني أفضل من الأسعار العالمية بحوالي 4 أضعاف، فبالتالي هو وفر مورد كبير جدا لإيران. فإذا ما حاول العراق أن يبحث عن مصادر أخرى، لذلك إيران راح تسعى أن يبقى العراق في إطار المصادر الإيرانية للحصول على الغاز، ويبقى العراق للأسف في هذا الواقع البائس البحث عن مصادر الطاقة من هذا الجانب أو ذاك. وكما ذكر تقريركم أن يبقى أسيرين دول الجوار في حين نحن نعيش على بحر من الغاز. طيب، يعني قبل القطع كان هناك إنذارات متكررة من قبل الشركة الإيرانية لاقت عدم اهتمام من الجانب العراقي كما تقول الشركة الإيرانية، لذلك تم خفض حجم توريد الغاز. طبعا هذا التصريح جاء ردا على وزارة الكهرباء. الآن وزارة الكهرباء تحمل وزارة النفط المسؤولية، على من تقع المسؤولية برأيك؟ حقيقة للأسف تعودنا على إلقاء المسؤولية على هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي هو فشل لكل المنظومة السياسية والاقتصادية في البلد. حقيقة يفترض أنه إحنا كدولة تضع استراتيجية خاصة، كل وزارة تتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، ولا أن نقف في عندما تكون الأزمة نبقى في إطار وضع اللوم على هذا الطرف أو ذاك. حقيقة إحنا ندفع ثمن سياسات خاطئة لسنوات طويلة جدا. تقرير البنك الدولي قبل سنوات ذكر بأن العراق ولا زال العراق هو ثاني أكثر دولة في العالم إحراقا للغاز. حقيقة السؤال هنا، لماذا لا يعتمد العراق على غازه الطبيعي؟ هل العراق عاجز على إنتاج أو تأسيس محطات؟ ما ندفعه من أموال سنويا حقيقة كافي وزيادة لإنتاج محطات وطنية تخرجنا من دائرة المصالح المشتركة أو دائرة السيطرة لهذا الطرف أو ذاك. ماذا يحتاج من أزمة؟ إضافة إلى ماذا يحتاج العراق ليعتمد على نفسه لتوفير ما تحتاجه الكهرباء من المشتقات النفطية لتجهيز المواطن بالتيار الكهربائي؟ كما ذكرت لدينا غاز طبيعي ولدينا الأموال، ماذا يحتاج أيضا؟ يحتاج إلى إرادة وطنية حقيقية لبناء الصناعة الوطنية بشكل عام، ليس الغاز فقط. يحتاج إلى أن فعلا نستشعر بحاجة شعبنا. 17 عاما والعراق إلى اليوم يعيش على سويعات من الكهرباء، وهذا واقع مؤلم جدا، ويغرق في عالم من الظلام للأسف حقيقة. ويحتاج أيضا إلى آلية حقيقية لمحاربة الفساد. هذا الملف ما وصل إلى ما وصل إليه اليوم إلا بسبب الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، الفساد في هذه العقود والمنتفعين منها الذين لا يرون هناك مصادر طاقة وطنية، لأنها تؤثر على مصالحهم وتؤثر على فسادهم للأسف. فبالتالي نحن بحاجة إلى هذا الواقع
وأعتقد وأتمنى أن يكون ما حدث هاليومين هو درس للكتل السياسية، أنه خلاص الشعب تعب، لابد من الاعتماد على المصادر الوطنية، لابد من الاعتماد على الطاقة الوطنية والصناعة الوطنية. أضف إلى ذلك أن الغاز يوفر، يا أخوان يوفر ملايين الدولارات للبلد في وقت أنه إحنا بأمس الحاجة للدولار الواحد، فلماذا لا نعتمد هذه الطاقة؟ يحلل أحدهم يقول أن الوزارة غير قادرة بسبب أنه هذا يحتاج تكنولوجيا أكثر وأموال مكلفة، لكن هذا هو مشروع استراتيجي، مشروع مدير للأموال. سنويا 5 مليار دولار يصرف العراق على الغاز، ونحن نحرق سنويا 17 مليار متر مكعب من الغاز. هل هذا كلام منطقي؟ هل هذا واقع؟ طيب إذا توفرت الإرادة الوطنية، كم من المدة يحتاج العراق ليعتمد على نفسه على قلب الطاقة الكهربائية أو إنشاء غاز طبيعي؟ حقيقة حسب دراسات لمجموعة من الشركات العالمية ومصادر الطاقة، الغاز العراقي هو من أفضل أنواع الغاز في العالم ويمتاز بسهولة استخراجه. لذلك بعض الدراسات قالت أنه بإمكان إنشاء محطات خلال عامين أن يعتمد العراق على نفسه، وعامين آخرين يكون عنده قدرة على تصدير الغاز. ونحن نلاحظ اليوم كثير من دول العالم تبني معامل عملاقة في فترة زمنية قياسية، هنالك شركات معتمدة في العالم بإمكان التعاقد معها حقيقة، وبالإمكان الوضع جدول زمني لإخراج العراق من هذا المأزق. نعم، وضحت الصورة. انضم معي السيد صلاح عربي الخبير الاقتصادي، شكرا انضمامك معنا.